السلام عليكم. أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا لفائدة الشباب المحبوسين بالغش في شهادة البكالوريا. حسب بيان لوزارة العدل والذي صدر اليوم، فإن القرار يشمل 60 شخص سيلتحقون بذويهم قبل نهاية هذا الأسبوع. هذا وكان قد أعلن رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال والشباب عن عفو رئاسي مس 18 شخص فقط من الذين شاركوا في الحركة الشعبية. هذا وتنتظر آلاف العائلات الجزائرية التفاتا من الرئيس تبون وإصدار عفو كما كان عليه في الأعوام السابقة، حيث كان يمس العفو أنذاك عشرات الآلاف من المحبوسين والغير محبوسين ممن لديهم قضايا وجنح خفيفة.